كابتن رضا، نعم تقييمات هتقيمني منتخب منتخب مصر مصر ومنتخب السنغال. ماشي. ماشي. شناوي، 7. كابتن فاروق، انت هتاخد كل ال هاخدها، انا باخدها كده. ماشي، 6. كابتن ابو الدهب، 7. كابتن رضا عمر جابر، 4. 6. 5. كابتن ابو الدهب محمد عبد المنعم، لا هو عشان اتصاب لكن كان راجل النهارده، اديله 7 يا استاذ. كابتن رضا، 7. كابتن فاروق، 7. الونش يا كابتن فاروق، 7 النهارده. كابتن رضا، 8. كابتن ابو الدهب، 8. احمد فتوح، كابتن ابو الدهب، 7. كابتن رضا، 8. كابتن فاروق، 7. كابتن رضا محمد النني، 4. كابتن ابو الدهب، 5. كابتن فاروق، 6. كابتن فاروق حمدي فتحي، 7. كابتن رضا، 7. كابتن ابو الدهب، 8. عمرو السولية، كابتن ابو الدهب، 7. كابتن رضا، 5. كابتن 6. فاروق، كابتن فاروق محمد صلاح، 8. كابتن رضا، 9. كابتن ابو الدهب، 8. كابتن رضا مصطفى محمد، 3. كابتن ابو الدهب، 6. بارك بصيت له كده. كابتن فاروق، 4. كابتن فاروق تريزيجيه، 7. كابتن رضا، 7. كابتن عبد كارلوس كيروش، كابتن فاروق. لسه عندنا ياسر ابراهيم، ما لسه النهارده ياسر ابراهيم قبل ما نروح للمدافع. ياسر ابراهيم، 8 النهارده، 8. 8. عمر مرموش، كابتن ابو الدهب، يعني 5. كابتن رضا، 4. 5. 5. كارلوس كيروش، كابتن فاروق، 5 من 10. كابتن ابو الدهب، 5 من 10. طيب ندخل على منتخب السنغال. ايه كابتن رضا؟ لا 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 خارج. لا لا هو كابتن رضا، لا النبي ربنا يبارك لك، هو ضامن المنطقه، خليه يدي رقم. ربنا يبارك لك كابتن فاروق. خلينا في تشكيل منتخب السنغال. طيب ماشي. مندي يا كابتن ابو الدهب، لا جون علامي يا اسلام، هتدي له كام؟ 9. كابتن رضا، 5. كابتن فاروق، انا مندي ما شفتوش غير في كره واحده. ماشي. اديله 7. الباك رايت بونصار يا كابتن رضا، اللي كان بيلعب عليه تريزيجيه، 3. كابتن ابو الدهب، 5. كابتن فاروق، لا لا 6. طيب عبدو ديالو، كابتن فاروق اللي اتصاب ده، اتصاب هدي له 5. ما لحقش، ما لحقش 5. كابتن رضا، ما لحقش. ايوه يعني هقيمه كام؟ لازم هتقول رقم. يعني ما لحقش فاقول لك 2 لان ما شفناش امكانياته. كابتن ابو الدهب، 7 يا اسلام. كولوبالي يا كابتن ابو الدهب، 8. كابتن رضا، 7. كابتن فاروق، 7. كوليبالي، ساليو سيس اللي هو سجل الهدف، كابتن فاروق. كنت متوقع ان ساليو سيس يبقى يعني النهارده مش أفضل. هو مش مستوى خالص، فده حاجه كويسه يعني لينا، لكن ممكن اديله 4 النهارده. كابتن رضا، عشان الجون اللي جابه انا اديله 9. الله يبارك شحن، عبقري. والله. ايوه صح، ده انا ابوس ايده كمان. كابتن ابو الدهب، 6. طيب نمبلس مندي، كابتن رضا اللي كان المفروض يطرد، 6. 7. كابتن فاروق، 6. كابتن 7. كابتن ابو الدهب، شيخو كوياتي، شيخو كوياتي ده بتاع كريستال بالاس، 7. 7. كابتن رضا، 5. كابتن فاروق، 6. ادريسا جاي اللي كان في نص الملعب، كابتن فاروق، 6. كابتن رضا، جاي خالص، ياخد 3. كابتن ابو الدهب، 6. فمارا ديادو ده اللي هو راس الحربة، كابتن فاروق، اديله برضه بقى. لو هنمشي على المنطق بتاع كابتن رضا اديله 10 من 10. لان النهارده لا كويس.
لا على المنطق بتاع كابتن رضا الصراحه. لا منطق كابتن رضا ده منطق الكوره، منطق الكوره اديله أربعة كابتن رضا زي مصطفى محمد اديله 8 لان كان لا حول ولا قوه. كابتن عبد الدهر 6 اصلا. ساديو ماني يا كابتن رضا؟ احنا قلنا اسماعيل صرصار ده ولا ده؟ لا ده لسه انت عديته صح؟ لسه ما جالوش. ساديو ماني اديله 8 كابتن عبد الدهر 8 7 اسماعيل اسار كابتن رضا اديله 5 كفرو 8 كابتن عبد الدهر 6 اصلا. اليو السيا كابتن رضا المدير الفني؟ ما لازم بقى تقيم مدير فني. هو قال لك حاجه يعني ايه تحس كده من كلامه ان هو رامي الفوطه على الجماهير وشغله كله على الجماهير ان هو مش قادر يسيطر على النجوم اللي عنده دول. فهو بيتمنى زي ما احنا كان عندنا الجماهير، فهو دلوقتي بيتمنى ان كل الجماهير تحضر عشان ان هو يسندوا الفرقه، مع ان المفروض هو لو مدرب واثق والكلام ده يقول لك لا ان شاء الله هنكسب هناك، ومن غير بقى ما يخش ويتطرق لحته الجماهير والضغط الجماهيري والكلام ده لو هو واثق من فرقته. بس هو شكله كده يعني على كف عفريت، وان شاء الله باذن الله نكسب هناك وهتليه اول قرار اقالته. تديله كام بقى؟ اديله 4 4 كان فاروق ده اديله 6 لا 7 سبعة. لا قدر ياخد من المباراة اللي هو عاوزه يا اسلام. انت بتلعب مع منتخب مصر؟ لا كسب صح. لا مش كسب. لا لا جد انت بتلعب مع منتخب. قدر ياخد ايه من المباراة؟ لا ان هو بص ان انت النهارده في ناس بتقول انه ما يزودش عدد الاهداف، ما يزودش عدد الاهداف اكتر من صلاة النبي احسن. انت النهارده طيب